ينقذ البطل سريعاً من أزماته ويشفى من وعكاته في فترة زمنية وجيزة، وكأنه الأسد الجريح الذي يزأر في وجه الجميع ويلتهم خصومه. هكذا كان حال الزمالك عقب نهاية موسم 2001-2002، والذي شهد تراجعاً ملحوظاً في أداء فريق الكرة بالنادي في الرمق الأخير من عمر مسابقة الدوري الممتاز آنذاك. وبدأ الزمالك حكاية 7 ألقاب أسطورية بعناق لقب كأس مصر في المباراة النهائية على حساب بلدية المحلة بهدف للعندليب عبد الحليم علي. لم يكن أكثر المتفائلين من أنصار الزمالك وقتها يعي أن عناق كأس مصر هو بداية لعودة أسطورية للفارس الأبيض على مستوى الألقاب والبطولات، فدون أبناء مدرسة الفن والهندسة تاريخاً من ذهب خلال موسم 2002-2003، بدأ باستعادة العرش القاري والتتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا بصاروخ تامر عبد الحميد في شباك الرجاء البيضاوي المغربي، ثم الصعود على منصة الذهب للسوبر الإفريقي بعد التغلب على الوداد المغربي بثلاثية تاريخية. راجل حط يا سلام يا سلام يا حازم يا بابا عملها حازم إمام. أما عن الفتوحات العربية في موسم 2002-2003 فحدث ولا حرج عن أبناء ميت عقبة، فبعدما ابتسمت ركلات الترجيح للزمالك في مواجهة اتحاد جدة ومنحته لقب كأس السوبر المصري السعودي، ظفر الفارس الأبيض بلقب البطولة العربية التي احتضنتها القاهرة في صيف 2003، وعاد الزمالك من جديد لاستعادة درع الدوري الممتاز بتتويج دراماتيكي بعد منافسة شرسة على اللقب مع غريمه التقليدي الأهلي. وعانق البطولة عن جدارة مع المباراة الختامية للموسم 2002-2003 بعد الفوز على الإسماعيلي بهدف حسام عبد المنعم. شفت يا كمونة قلت لكم كذلك الحفاظ على لقب السوبر المصري والتتويج به للموسم الثاني على التوالي في مواجهة المقاولون العرب بواسطة النجم أسامة نبيه صاحب هدف التتويج الغالي. التسديدة وتتحقق النبوءة، وأسامة نبيه في الظهور الأول لأسامة بعد العودة يحقق هدف الفوز للزمالك وهدف التقدم. واعتلى الزمالك قمة الأندية العالمية في شهر فبراير من عام 2003 من قبل الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء في حدث مشرف للكرة المصرية والعربية. بيشرفنا في الاستوديو نجم مصر نادي الزمالك حاول الكرة المصرية كابتن حمادة عبد اللطيف. اهلا بيك كابتن حمادة. كابتن طارق ازيك؟ اهلا. عامل ايه؟ تمام الحمد لله. كويس؟ كله تمام الحمد لله. الحمد لله. حمادة عبد اللطيف ده يا جماعة كان بيكلم الكورة. اه والله، يعني انا لعبت معاه في الزمالك هنا وبعدين سافرت انا وهو لبنان. يعني طبعا نص الاجوان اللي جابوها النجمة نجمة كان حمادة عبد اللطيف باصم عليها في لبنان. الحقيقة حمادة من اللعيبة اللي كانوا فعلا يمتعوك في الملعب، واعتقد طبعا الماتشات كلها بتتذاع دلوقتي والحاوي بقى ده الحاوي الاصلي بقى. عامل ايه يا كابتن حمادة؟ حبيبي يا كابتن طارق. كويس؟ تمام الحمد لله. الحمد لله حبيبي. اولا في البداية كده كطبيعتي لازم اهني فريق نادي الوداد المغربي على وصوله لدور الثمانية. طبعا احنا والمغرب الشقيق يعني دول عربية كلها، وانا فرقة الوداد بحبها، فرقة منظمة منضبطة تكتيكيا، صراحة ادوا اداء راقي سواء في ماتش 3 في المغرب وفي ماتش امبارح برضو، فلازم تهنئة واجبة ليهم، هم كانوا الافضل مننا وعشان كده صعدوا، فالتهنئة دي لفريق الوداد وللشعب المغربي طبعا. طيب شفت المباراه الفنيه نزلها كابتن حماده؟ انا مش هقول لك من المباراه من نفسها، انا من البدايه من حوالي شهرين واحنا في القناه وانا دايما بتكلم وبقول مش هو ده اداء نادي الزمالك، مش هو ده مستوى نادي الزمالك. في ناس كانت بتزعل، ما فيش مشكله عندي لان انا بتكلم فني، لكن انا كنت قاري الجيم من بدري، يعني احنا برضو محللين كوره وبتوع كوره، فبتشوف الاداء بتحس مش هو دي الاداء بتاع السنه اللي فاتت، مش الالتزام، مش الروح، مش الطموح اللي هو اللي انت بتلعب في نادي كبير زي جمهور الزمالك زي نادي الزمالك ومعاه جماهير كبيره جدا بتشجعك بالملايين، فحسيت ان الدنيا
عطلانه شويه، فابتديت انبه اقول يا جماعه لا احنا السنه دي مش كويسين، احنا السنه دي سيئين، احنا السنه دي غلبنا في الدوري وغلبنا في افريقيا وبدايتنا ما كانتش كويسه مش موفقه سواء في الدوري او في افريقيا. فابتدينا ندق ناقوس الخطر لان انا زملكاوي لازم اطلع اتكلم واقول اللي انا شايفه. فانا كنت شايف فعلا الامور صعبه، اللعيبه فقدت التركيز، كاردرون كان فقد التركيز، اللعيبه بتبص لمصلحتها الشخصيه فقط وليس مصلحه نادي الزمالك. فكل الامور دي اكيد هتساعد ان انت مش هتنجح. ما انت النجاح دايما بيبقى ليه اسباب يا طارق، التزام، روح، انضباط سواء في الملعب تكتيكي او خارج الملعب، التزام اللي انت بتحترم التيشيرت اللي انت لابسه، لان تيشيرت نادي الزمالك ده وكنت بقول الكلام ده والناس بتزعل، يا جماعه في ناس انا قلت الكلام ده وقلت في ناس عمرها الكروي في نادي الزمالك خلص خلاص ادت مش هتقدر تدي تاني. فلازم في فتره اللي احنا نجدد فيها، ومش عيب التجديد اللي انت تجدد. يمكن احنا السنه دي مرينا بظروف طبعا صعبه شويه لان ما عندكش قيد، ما كانش عندك مجلس اداره منتخب غير لما الانتخابات لسه معموله من شهر او اكتر من شهر، فجالك مجلس اداره. فكل الامور دي اثرت على فريق نادي الزمالك. ما نادي الزمالك مش كره فقط 90 دقيقه في الملعب، لا نادي الزمالك اداره، نادي الزمالك جمهور، نادي الزمالك ماديات، نادي الزمالك انضباط، التزام. فالعوامل دي كلها ما كانتش مساعده، غير ان بعض اللعيبه ما كانتش ملتزمه، او بعض اللعيبه بتفكر زي ما قلت لك في نفسها فقط ونسيت ان نادي الزمالك هو اللي عمل اساميكو وهو اللي كبركو. انتوا جيتوا في لعيبه جت نادي الزمالك ما كانش حد يعرفها، كلنا كلنا طبعا طبعا من خلال جمهور نادي الزمالك اللي كان بيدعمك، بيدعمك وقت ما انت كنت مش كويس ويقول لك لا قوم معلش انا في ظهرك، انا في جنبك، انا حساندك، انا هقف جنبك. فوقت ما نادي الزمالك يكون محتاجك ده شغلك، لازم تأدي، لازم تلتزم، لازم يبقى عندك روح، لازم يبقى عندك اصرار، لازم تعرف انت بتلعب في نادي كبير اسمه الزمالك، تحافظ على هذا القيمه وعلى هذا التيشيرت، وتحافظ على جمهور نادي الزمالك اللي دايما بيسندك وبيدعمك. فالكلام ده ما كانش موجود خالص من بدايه الموسم، وانا انتقدت كتير جدا، بس دايما كنت بنتقد كلام فني. في لعيبه خلاص ادت مش هتديك تاني، فحان وقت اللي انت ممكن تغير. السنه دي ممكن هنستحمل شويه، هندعم لان ما لناش غير نادي الزمالك، انا دلوقتي كواحد من الجمهور او الملايين الزملكاويه، ما لناش غير واللعيبه دي هي اللي هنكمل بيها. بس عايزين اللعيبه المخلصه، عايزين اللعيبه اللي هتأدي، عايزين اللعيبه الملتزمه، عايزين اللعيبه اللي مش هتساوم النادي. عايز يا خلاص ما انت صح. هتعوز ايه اكتر من كده؟ ما انت خدت نادي الزمالك اداكوا كل حاجه، وقت ما الزمالك يكون محتاجك تيجي تقول له انا ماشي. طب ما الزمالك ليه طلبات كنادي، انا كنادي او كمجلس اداره مثلا مستشار مرتضى ومجلسه، انا اللي اقول انا عايز مين وانا اللي احدد السعر. هو قال الراجل انا بقول لك وانا اللي احدد السعر. بعدين انا بحدد بناء على ايه؟ اما مثلا لعيب عايز سعر عالي حاجه اعمل كده كشف حساب كده، طب انت عملت ايه السنه دي؟ السنه اللي فاتت جبت كام بطوله لنادي الزمالك؟ طارق احنا بقالنا 20 سنه مش عارفين ناخد بطوله افريقيا يا طارق يحيى، من 2002 احنا خدنا الدوري السنه اللي فاتت وقبل كده الكونفدراليه والكاس. لكن لما تيجي هتقيم بقى حسابات انت بتاخد كذا اجر مقابل عمل اللي انت بتشتغل في نادي الزمالك. فبتشتغل، انا مش هشغل واحد الا مميز، الا واحد يجيب لي بطولات، الا واحد يخاف على اسم النادي، لكن مش هتقول لي انا عايز كذا وانت ما بتشتغلش. فدي طبعا السنه دي لسه في بدايتها، احنا كلنا داعمين، الدوري لسه موجود في الملعب، كاس مصر عندنا خلاص، بطوله افريقيا راحت من بدايه من البدايه، من هنا من دايما في الاستوديو كنا بنتكلم من ماتش بيترو اتلتيكو هنا طبعا، والتعادل بعد كده تروح سجراده مع فرقه متواضعه طبعا تتعادل، بعد كده الوداد طبيعي اللي انت ممكن تخسر هناك بس تيجي تعوض هنا، بس تكون كسبان اول ماتشين في افريقيا. انت يعني تخيل انت عندك نقطتين لغايه دلوقتي من اربع ماتشات، واخد نقطه من ماتشين في ملعبك يعني تعادلت مع بيترو اتلتيكو وخسرت من الوداد، واخد نقطة برضه من ماتشين خارج ملعبك اللي هي سجرادة وخسرت والوداد والوداد. فطبعا الأمور للأحسن إن شاء الله، أنا متفائل. أنت عارف إن السيناريو ده نفس السيناريو بالظبط اللي حصل الموسم اللي فات، النسخة اللي فاتت نفس، ما احنا طلعنا كده برضه اتعادلنا واتغلبنا، اتعادلنا واتغلبنا نفس السيناريو سبحان الله. بقول لك بقى لنا سنتين بس، يعني مش عايزين نقول السيناريو يا طارق او كده، دايما إيه؟ انا بتكلم في النتائج دايما، يعني إيه؟ انا دايما بحب ايه، اما يبقى عندنا اخطاء لازم نعترف باخطائنا ولازم نصلحها عشان نبقى احسن، لكن ما نقولش احنا اصل الحظ، اصل مش عارف ايه، اصل التحكيم، اصل الكلام الفاضي ده انا ما بعترفش بيه. كره القدم بتدي من يعطي لها،
هتأدي في الملعب وهتبقى راجل وتلتزم زي ما كنت السنه اللي فاتت وخدت بطوله وقبل كده خدت كونفدراليه وخدت كاس وخدت 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 ايه؟ لان انت كنت عايز واللعيبه كانت عايزه وبتأدي وعندها روح واخلاص. لكن انا دلوقتي مثلا لما اجي افكر كراجل مسؤول، انا ايه اللي هيسعد جمهور الزمالك او يسعدني كمجلس اداره؟ المكسب، البطولات. صح. ففي لعيبه اوكي مفيش مشكله انتوا اديته قبل كده وبتاع، بس في مرحله لابد فيها من تغيير، لابد يبقى في حافز، في طموح للعيبه جايه عايزه تثبت نفسها مع نادي الزمالك عشان تقدر تحقق البطولات. شفت ازاي القرارات اللي طلعت من المستشار مرتضى منصور بعد المباراه مباشره بعدم التجديد لبعض اللعيبه؟ ودي تجديد المستحقات وغرمت على محمود علاء، وبعدين امير طلع اكد قالك ان القرارات دي متاخده من فتره بس احنا مأجلينها لغايه لما يجي وقتها. هل ده شعور بيه ان هم فعلا بعض اللعيبه تعبتهم في قصه التجديد يا كابتن حماده؟ بصوا، من حق طبعا مجلس الاداره، مجلس الاداره هو مشجع للنادي برضه، يعني هو زيه زي جمهور نادي الزمالك. صحيح. يعني فالقرار ده كان بالنسبه لي، عارف يعني، عارف اغنيه ام كلثوم انما للصبر حدود؟ فخلاص يعني الناس دي مثلا اتفاوضنا واتكلمنا. صح. وانت برضك مش عايز، وانت بتقول انا عندي عقد بره وحاطط نادي الزمالك رقم 2 أو 3. لا، نادي الزمالك عمره ما يكون رقم 2 أو 3، نادي الزمالك رقم 1. فتكون صح. صريح في البدايه. عايز مش عايز وعايز ايه بيبقى بشروط النادي، يعني مش بشروطك انت. النادي هو يقول لك والله احنا عايزين كذا، عارضين عليك كذا، اوكي مش اوكي خلاص. ممكن عجبني، انا يعني بيعجبني امير مرتضى اللي هو المشرف العام على الكوره، بيتكلم في الوقت المناسب وكلامه قليل. انا بحب الناس اللي تشتغل يكون كلامها قليل. طلع برضك راح موضح الصوره، فالايضاح والصراحه ما تكون موجوده وما اساءش لحد. لا، مفيش حد بيسيء لحد. احنا بنتكلم، لا يعني هو ما اساءش لحد يا كابتن. بص يا طارق، ميزه احنا كوره بنتكلم كوره. ان انا مثلا كمجلس اداره او مشرف عام على الكوره، لما في لعيب انا محتاجه حاجه اتفاوض معاه عشان ايه؟ مصلحه النادي، مش عشان مصلحتي انا ولا مصلحه اللعيب. مصلحه النادي دايما بتبقى هي الاساس. والله هقول لك كذا، 10 5 6، انا عايزك، انا محتاجك. لكن انا احس ان انت مش عايزني، ما انا مش عاوزك. ما نادي الزمالك مش هيقف. هو نادي الزمالك هيقف على حد؟ عمر نادي الزمالك وقف على حد؟ انت طول عمر نادي الزمالك هو من يصنع النجوم دائما يا كابتن طارق. طيب احنا عندنا، احنا خرجنا من افريقيا. طبعا. خلاص. وعندك ماتشين في افريقيا، يعني حتى يعني من فضل ربنا مفيش ماتشات دوري. عشان كده يعني هتبقى الدنيا في الوقت ده هتبقى الدنيا صعبه. فانت عندك بيترو اتلتيكو ثم ساجرادا هنا. شايف مستر فريرا ينتهج انهي سياسه؟ هل زي ما تصريح المستشار مرتضى الدفع بعض الناشئين، ولا هيلعب ببعض اللعيبه اللي هم ريزيرف اللي كانوا موجودين بره السكور او اللي كانوا موجودين معاه؟ شايف انت السياسه اللي ممكن يتبعها فريرا الفتره اللي جايه في الماتشين دول بالذات قبل بدايه الدوري؟ هو بص طبعا ايه، في لعيبه لازم يديها فرص خاصه الناشئين. انا كده كده انت قلت ايه، خرجنا من افريقيا خلاص. عندنا النهارده بكسب بيترو اتليكو خلاص، فعندك ماتش ساجرادا وماتش اللي هو بيترو اتليكو. ادي اللعيبه الصغيره دي فرص، ادي اللعيبه اللي ما كانتش بتلعب فرص مع بعض اللعيبه اللي هي ملتزمه، اللي هي عايزه نادي الزمالك. صحيح. يعني اللي هي مخلصه لنادي الزمالك، اللي هي بتادي، ومفيش مشكله. احنا كده كده خرجنا من افريقيا، فدي بالنسبه لنا ما عندناش مشكله خالص. على اساس برضك لازم اجهز مجموعه ناشئين خاصه فرقه 2003 و2001. انا واثق ان مستر بريرا جريء، يعني ممكن لو لعيبه كويسه هيدفع بيهم. النهارده كانوا بيتفرجوا على الماتش، بيتفرجوا. انا عارف. فهيبقى في دفع باللعيبه دي، واللعيبه الرجاله، اللعيبه المخلصه اللي هي بتحب نادي الزمالك واللي هي عارفه قيمه تيشيرت نادي الزمالك. ونبدا على هذا الاساس، وما تعرفش ممكن الدوري لسه طويل. يعني طول ما هيبقى فيه اخلاص، في روح، في التزام، تكسب. ما لو احنا احسن لعيبه طارق كنا في العالم وما عندكش الروح ولا الالتزام ولا الدافع ولا الطموح، هتخسر حتى لو فنيتك عاليه جدا. اهم حاجه لازم انت تبقى من جواك عايز تعمل حاجه لناديك، عايز تعمل حاجه لنفسك. حتى اما تيجي انت مثلا، حتى ما تيجي تطلب مبلغ كبير، النادي هيوافق لك، يقول ايه ده لعيب كويس، ده لعيب مخلص، ده لعيب بيلعب باصرار، ده كسبنا هو والفرقه، جابوا لنا بطولات. النادي مش هيتاخر على حد. لكن انا كنادي او كمجلس اداره اما اجي الاقي مثلا مستوى سيء واللعيبه بتطلب سقف طلبات ماديه عالي جدا، طب انا هديك بناء على ايه؟ انا هديك بطولات. اما تبقى كويس بطولات وبتبقى مميز وما بتبقى مخلص وعندك روح، حتى لو خسرت ماتش. وجمهور الزمالك طبعا جمهور ذواق قوي، فاهم قوي ومحترم قوي، وعنده انتماء لفرقته لابعد الحدود، ففاهم وعارف.
حتى لو خسرت ماتش يقول لك بس اللعيبه قدت، اللعيبه الروح النهارده كويسه، اللعيبه في اصرار. لكن انا هديك بناء على ايه؟ ما نادي الزمالك مش هيوزع فلوس على اللعيبه، على اللعيبه ما بتلعبش كويس او ما بتاديش كويس. حدي دايما المميز، لكن اللي مش مميز هقول له شكرا، انت كنت قبل كده معايا مميز مفيش مشكله، وجبت بطولات مع المجموعه اللي فاتت، بس في وقت انت مش هتبقى موجود فيه لان مستواك قل، طموحك قل، الرغبه في الفوز والاصرار على المكسب وتحقيق النتائج والبطولات قلت، فانا مش محتاجك. اصل نادي الزمالك مش هنوزع فلوس، نادي الزمالك هيدي هيجيب اللي احنا عايزينه، اللي هيكسبنا، اللي هيخلي الجمهور سعيد، اللي هينجح مجلس الاداره. ما هي كلها يا طارق منظومه. صح. هتدي لحد ما بيقديش؟ لا. هتدي لحد بيتمرد عليك او بيتمرد عليك؟ لا. انا هدي للي شاريني، للي عايزني، لكن انت مش عايزني انا مش عايزك. ما انا زي ما عملتك هعمل غيرك، لان الزمالك هو مصنع الابطال. وخلي بالك المجلس يعني مرتضى منصور بالذات مع امير، مع احمد مرتضى اللي كانوا موجودين، واللي هو علاء مقلد، مين تاني موجود معاهم في المجلس من القدام؟ ما اعتقدش هم دول بس، هم دول اللي جابوا المجموعه دي. يعني هم دول اللي عملوا المجموعه دي، مجموعه بين شرقي وساسي وجابوا امام عاشور، كل اللعيبه اللي جت دي هم المجلس ده اللي جابهم، فهو قادر ان هو يجيب احسن منهم. ما لعبت الكوره بص طارق، لعبت الكوره كتير موجوده سواء في مصر او في افريقيا او في مثلا في الدول العربيه. خلي بالك نادي الزمالك من اكتر الانديه اللي بيدفع مقابل مادي كويس، واي حد يتشرف ان هو يجي يلعب في نادي الزمالك. نادي الزمالك قيمه كبيره قوي، شرف كبير قوي لاي لعيب ان هو يرتدي التيشيرت الابيض بخطين حمر. اذا كان بعض اللعيبه حاولت تتجاهل او تتناسى قيمه نادي الزمالك، اقول له لا انت غلطان، ده نادي الزمالك هو اللي عملك وعملنا وهيعمل غيرنا ولسه. ونادي الزمالك عمره ما بيقف على لعيب. يعني كنا وقفنا بقى قفلنا بقى الكابتن حماد امام الله يرحمه، وحسن شحاته، وفاروق جعفر، وطارق يحيى، وايمن يونس وبتاع. طب ما احنا بطلنا وقاعدين ونادي الزمالك موجود وبناخد بطولات وجمهوره بيزيد. بس فاللعيب هو اللي بيبقى خسران، اللي هو هيمشي من نادي الزمالك. نادي الزمالك مش هيقف على حد، نادي الزمالك ناشئين موجودين، فلوس موجوده عشان تقدر تشتري لعيبه مميزه من بره وتيجي هنا تبقى نجوم وتمشي تاني، مفيش مشكله تأدي اللي عليها، انا بديك فلوس عشان تشتغل. بمناسبه شراء اللعيبه، يمكن انا لفت نظري اتنين لعيبه في الدوري المصري وقلت الامير مرتضى عليهم يتابعهم. في لعيبه كتير اكيد، لعيبه كويسه قوي يا حماده، اتنين لعيبه مميزين جدا 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 وقلت له يتابعهم وان من خلال المباراه الدوري الاثنين لعيبه كويسين وينفعوا واماكنهم الزمالك محتاجهم. عندك لعيبه اكيد كتير في الدوري المصري، وزي ما قلت لك يا طارق في البدايه اي حد شرف ليه نلعب في نادي الزمالك، فلوس، جماهيريه، بطولات، نادي، تاريخ نادي، حتى الجمهور بتاعه العظيم جمهور الزمالك. اما بتقع بيسندك. صح. يعني بيقول لك معلش قوم، انا واقف في ظهرك، انا معاك، انا مكمل. جمهور الزمالك صبر صبر، ما صبروش حد في الدنيا. قعدنا سنين والله قلت الكلام ده في الانتر، قعدنا سنين، يمكن انا ما تابعتش الانتر وسوري يعني، بقول لك قعدنا سنين جمهور الزمالك ما فيش بطولات والجمهور بيزيد. ما هي المحبه او الانتماء ده بتبقى خلاص، هو ربنا خالق ده زملكاوي هيفضل ورا نادي الزمالك ومش هيشجع نادي غير نادي الزمالك ومش هينتمي غير نادي الزمالك. ممكن يزعل شويه، ده حقه. الجمهور ما بيزعل من اللعيب، ما هو بيزعل ليه؟ ما هو عايزك كويس، ما عايزك كويس ليه؟ عشان الفرقه تبقى كويسه ونكسب وناخد بطولات. ما انت وقت ما تبقى كويس الجمهور بيشجعك، فما تزعلش من الجمهور في يوم من الايام ان هو مثلا اتكلم كلمه او قال حاجه. ما بيبقى يعني ايه من التعب اللي هو تعبه. جمهور الزمالك تعبان، تعبان جدا يعني. وبعدين والله العظيم يا طارق انا اعرف ناس، انت عارف انا بروح النادي كتير، يعني اعرف ناس شباب زي الفل زملكاويه واعضاء في النادي وناس بتشجع الزمالك، والله ممكن يعملوا مثلا حد معهوش فلوس عشان يجمعوا عشان يروحوا خمسة ستة يتفرجوا على الماتش، يشتروا مثلا التذكرة ويخشوا ويتفقوا هنركب ايه وهناكل ايه وهنعمل ايه وبتاع، ويلموا من بعض كده، فاهم ازاي؟ فده جمهور نادي الزمالك. بمناسبة الجمهور الزمالك، انا جاتلي رسائل كتير لسه وانا على الهواء من شوية من رابطة الزملكاوية في جدة. واللي انا بتشرف ان انا اكون رئيس شرف ليها. عارفهم الناس دي محترمة ومحترمين. ناس فل، ناس الحقيقة داعمين، زعلانين، داعمين الزمالك بشكل، ولكن زعلانين وده حقهم طبعا. في قصه بقى زعل الجمهور دي يا حماده والموقف اللي حصل لمحمود علاء، وشايف ازاي محمود علاء كلمني في التليفون وانا جاي،
واعتذر وقال لي نفس الكلام اللي قاله حاجة بقى. وانت عارف الضغوط وكان كل في القصه دي رايك فيها ايه؟ وهل محمود علاء فعلا تعرض لضغوط شديده جدا الفتره اللي فاتت؟ بص هو ايه، هو ممكن نزل بيان او حاجه اه نزل اعتذر اعتذار للمستشار مرتضى اعتذر وجماهير الزمالك. بس طبعا ايه، انا اعرف محمود هو اساسا انسان مؤدب قوي جدا أوي. يعني مؤدب قوي والله العظيم، والله العظيم يعني مؤدب جدا جدا يعني. انا شفته مره واحده في حياتي يعني انسان مؤدب، بس من ناحيه اخطا فهو اخطا، هو ما حدش من ناحيه ان هو كده، من ناحيه ان هو اعتذر اعتذر أمين. بس الاعتذار لجمهور نادي الزمالك، هل جمهور نادي الزمالك هيقبل هذا الاعتذار او مش هيقبل هذا الاعتذار؟ ان شاء الله يقبله، ده راجع لجمهور نادي الزمالك. لكن إن شاء الله. يعني ايه، لكن هو اخطا واعتذر طبعا. بس لازم انت بتقول الضغوط برضو، كان بقول له محمود انت بتلعب في نادي كبير اسمه نادي الزمالك، فاكيد هيبقى عليك ضغوط. ضغوط ايه؟ احنا من اول السنه مش كويسين، بس معلش يا حمد في الحته دي الضغوط اللعب حاجه والضغوط اللي هي الهجوم عليه حاجه تانية خالص. انت لما بتتهاجم يا حماده برضو انت كلاعب بتتاثر، طارق كلنا رد الفعل ممكن طارق يكون غير كده، انا معاك رد الفعل غلط، كلنا اتشتمنا خلينا نتكلم منطق، وكلنا بعد كده ما بتبقى كويس الناس بتشجعك، فممكن يبقى فيه في انساع كل واحد على حسب الشخصيه بتاعته، يعني كل واحد على حسب شخصيته، ممكن واحد بيبقى مثلا رد الفعل بتاعه بيبقى سريع شويه او منفعل شويه طارق، واحد تاني بيبقى هادي خلاص لانه عارف ان الجمهور ده اللي هو حتى لو شتمك ما هو اللي بيشجعك بعد كده. لكن هو مثلا محمود علاء اخطا واعتذر، اتمنى لجمهور نادي الزمالك هو صاحب القرار في قبول هذا الاعتذار او لا، بس برضك اتمنى ان محمود انسان مؤدب، انا عارفه على المستوى الشخصي شفته مره واثنين انسان مؤدب، وبرضك جمهور نادي الزمالك له الحريه في قبول هذا الاعتذار او عدم قبوله، بس احنا بنقول دايما ايه كلنا بنخطا، مفيش حد ما عندوش اخطاء، وجمهور نادي الزمالك برضو الجمهور راقي ومحترم وطيب وبيحب لعيبته، فاتمنى ان شاء الله تبقى يعني سحابه كده او يعني سحابه سيف غيمه بتاع كده والدنيا تتحل، لان هو انسان طيب محمود ومؤدب، لكن طبعا التصرف ده ما كانش كويس منه طبعا. اكيد طبعا. طب احنا معانا اتصال تليفوني يا كابتن حماده، بستاذنك مع كابتن عمر نور نجم مصر ونادي الزمالك وجيل الستينات الجميل طبعا. كابتن عمر منورنا. الله يخليك حبيبي. عامل ايه يا ابو كباتن؟ الحمد لله تمام ماشي الحال. صاحب اعلى ترند انت على فكره. نعم. انت صاحب اعلى ترند. الله يخليك يا كابتن. حبيبي ابو كباتن. الله يخليك، انت عامل ايه؟ الحمد لله كتوعي. كابتن حمد عبد اللطيف بيسلم عليك منورنا في الاستوديو. الله يسلمك ويسلمك، وانا شايفكم قدام اهو. طيب. حبيبي ابو كباتن، كابتن شفت المباراه اللي فاتت ازاي ورسالتك للعيبه نادي الزمالك ايه الفتره القادمه يا كابتن؟ والله يا اخي انا الحقيقه يعني مش عارف اقول لك ايه، يعني ما يعني بتفرج على نادي الزمالك وبتهيألي مش نادي الزمالك، معلش ما انا بقول اللي في نفسي واللي شايفاه عيني. وبعدين يعني حتى الفرقه بتاعتي اللي قدامي اشيل احسن ما فيها اطلعه احطه بره وغيره، اذا كان طارق يحيى الوحيد اللي مهاجم وشايت وجاري وعامل كل حاجه، اروح شايله من الماتش اقول له اقعد بره هات اجيب واحد غيره. من دي قمت ولا ما اتفرجش على باقي الماتش ليه؟ لانه حسيت بان انا يعني اتعصب اتفرج يعني ايه؟ اتعصب يعني اتعصبت يعني يا كابتن. يعني هل هو مش عارف اللاعبين؟ برغم انه مدرب يعني هو كان التفسير كان تفسير المدير الفني يا كابتن عمر هو زياره القوه الهجوميه في نادي الزمالك بالتغيير اللي انت تقصده يعني. لا ما شفتش زيزو الراجل الوحيد اللي بص على ثلاث خشبات مشوط فيه، هو بيعمل يعني عامل حس للفور لاين اللي معاه. صحيح. اروح اشيله من الماتش واجيب واحد تاني وعبال ما يخش اغلى في اللعبه وفي الزمن اللي هو فيه وزمن قصير ومش هيعمل. لا طب رسالتك بقى للعيبه يا كابتن الفتره جايه بخبراتك الكبيره جدا في نادي الزمالك بقى وتعرضت لمواقف زي دي كتير. بص يا كابتن احنا بنلعب من غير روح، معلش يعني انا اسف في الكلام، بس بنلعب من غير روح قتاليه ان انا انزل الارض عشان اكسب. انا نازل الارض عشان اكسب. تنصحهم بايه الفتره اللي جايه بقى يا كابتن؟ تنصحهم بايه الفتره اللي جايه؟ التزموا. انا عايز اللاعب يلتزم، يعني يجي من بيته عارف انه عايز يلعب ماتش عشان يكسبه.
هل هو جاي من الشعور ده ولا جاي عشان الناس تسقف له وفلان ويا علان ومش عارف ايه وبتاع وبعد كده ايه اطلع انا مغلوب؟ هم ما بيحسوش بالجمهور ده، الجمهور ده ما اتحرق دمه. صحيح، يعني لازم انا اكون عندي احساس من جوايا ان انا جاي اكسب نادي الزمالك، لان نادي الزمالك مش قليل، نادي الزمالك نادي كبير. الاحساس بالمسؤوليه مهم يا كابتن، مصر وبره مصر. الاحساس بالمسؤوليه مهم من وجهه نظرك يعني؟ ما في جدا. دي معدومه عندنا بمنتهى الامانه. يعني انا بنزل اقضي وقتي وامشي. تمام. بس وبعدين همي كله، معلش همي كله انا ليا قد ايه في النادي. بقبض قد ايه في النادي، وبعدين يكسب يخسر يبقى مالوش بقى. المهم ودي للدلع، انا بلعب عشان ارفع اسمي وارفع اسم النادي. كل ده مش موجود يا كابتن في الارض. ربنا يوفق كابتن دعواتك ليهم ان شاء الله باذن الله، وربنا يوفقهم الفتره اللي جايه. بشكر من عند الله، التوفيق من عند الله، بس شد حيلهم ان شاء الله، وخلوا عندهم اهميه شويه ان انا لازم اكسب. بس حبيبي يا كابتن عمر ما تحرمش منك كابتننا الكبير كابتن عمر نور، بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله القيمه. كابتن حماده، في مثل هذه الاوقات انت كمان تعرضت لها وانت بتلعب اكيد، يعني بتخسر بطوله بتخسر مباراه كبيره، التعامل ازاي مع اللعيبه الفتره دي بقى من خلال خبرتك انت؟ ازاي يتعامل مستر فريرا ومجلس الاداره والجماهير، يعني يتعامل ازاي مع اللعيبه؟ بص، الاداره ليها تعامل والمدير الفني ليه تعامل في الملعب. بالنسبه للمدير الفني، المدير الفني مش هيلاعب الا اللعيب اللي ملتزم، الا اللعيب اللي بينفذ التعليمات، الا اللعيب اللي ملتزم داخل الملعب وخارج الملعب، الا اللعيب اللي عنده روح واصرار، الا اللعيب اللي بيتمرن كويس. الاداره ليها دور، اي لعيب مقصر لابد من عقابه. ده اللي بيحصل صراحه، يعني اول باول كده خلاص. انا بكلمك عامه ككوره. تمام. اي لعيب مقصر او مش حاسس بقيمه تيشيرت نادي الزمالك وقيمه نادي الزمالك، او بيبص لمصلحته الشخصيه، ده من البدايه يقولوا له انت مش معانا. ممكن احنا في ظروف استثنائيه السنه دي، لان اللعيبه دي هي اللي هتكمل بيهم الدوري والكاس. صح. بس انا قلت لك من بدايه الحلقه برضو ما بغيرش كلامي، هتكمل باللعيبه المخلصه، اللعيبه المجتهده. أيوة. اللعيبه اللي عايزه نادي الزمالك. صح. اللعيب اللي بيساوم النادي. وطلع مجلس الاداره ومستشار مرتضى وامير اتكلموا في الموضوع دوت ووضحوا الصوره للجمهور. كان مهم قوي التوضيح الصوره دي للجمهور، لان مش معقوله انا هقول لك تعالى جدد وانت شويه لا بكره بعده اصل مش عارف ايه. خلاص ما انا لازم، انا عايز اشوف غيرك حتى لو انت مش هتجدد، وبشروط النادي مش بشروطك. مع اي لعيب حسب امكانيات النادي، حسب امكانيات النادي وبشروط. صح. وبشروط النادي كمان، مش تمام. مش شروط اللعيب، لان انت ما جبتليش كل سنه بتجيب لي بطولتين ثلاثه، معلش يعني عشان تيجي تدلع عليا. لا، احنا نادي الزمالك دلعنا لعيبه كتير قوي. جمهور الزمالك وبرضك في بقى، يعني انا بحب جمهور الزمالك قوي، هم عارفين طبعا. بقول لهم نصيحه والنبي، بس مش على طول لعيب يلعب ماتش ولا ماتشين ولا خمس ست ماتشات وتبتدوا تنفخوا فيه والاسطوره مع البطوله بس خليني بس الاسطوره والمعجزه والموهوب ومش عارف ايه. انا لما اجي اقيم لعيب، اقيم لعيب سنه نهايه الموسم، هو المجموعه عملوا ايه مع البطولات زي ما انت قلت، اقيم لعيب سنتين ثلاثه اداني ايه، لكن مش لعيب هيلعب ماتشين ثلاثه كويس ولا اربع خمس ماتشات كويس وابتدي اقول ده انا عندي احسن لعيب، ده انا عندي مش عارف نجمه ما يتكررش. لا، الحاجات دي غلط. لازم التقييم حتى من الجمهور. يا جماعه قيم بعد نهايه الموسم، شوف اللعيب ده لعب لك كم ماتش، جاب لك كم جون، لو مدافع مثلا النواحي الدفاعيه كانت عنده ازاي، لو حارس مرمى شالك من فرص قد ايه مثلا، ومن خسارات كنت ممكن تتعرض ليها. ما تقيمش بالقطعه، ماتش واثنين وثلاثه ولاعيب جاب جون حلو ولا عمل ترقيصه حلوه ولا عمل باص حلو في ماتشين ثلاثه. لا، قيم تقييم نهايه الموسم، اللعيب ده لعب كم ماتش، عندنا 34 ماتش في الدوري. صح. منهم كم ماتش كويس، منهم كم ماتش منضبط تكتيكيا وسلوكيا. السلوكيات برضك مهمه جدا، لان السلوكيات ممكن تخسرك ماتشات، تاخد انذار، تطرد، الحاجات دي بتاثر. فلازم التقييم يبقى تقييم شامل، مش تقييم في ماتش ماتشين لعيب جاب جون حلو ولا مثلا عمل ترقيصه حلوه ولا نجم الماتش مثلا ماتشين ورا بعض نجم. لا، انا قيمك على المستوى العام اللي هو السنه السنوي. ده التقييم يبقى كده. فدي نصيحه لجمهور نادي الزمالك. هو جمهور نادي الزمالك يعني من كتر ما هو عايز بطولات وبيحب لعيبته وبيبقى فرحان بيهم وبيبقوا كويسين، بس دي بتبقى نقطه غلط برضه. قيم نهايه الموسم، قيم انت الموسم دخلت كام بطوله، خدت كام بطوله فيه. زي المدرب ما بيقيم اخر السنه. ما دي كره قدم. كره القدم هي كده التقييم. كره القدم ليست للمتعه طارق، كره القدم للبطولات. في اخر السنه
بيجي يقول لك مين بطل الدوري، مين بطل افريقيا، مين بطل كاس مصر، مين وصل كاس عالم انديه، مين ادى. مش هيجي يقول لك والله ده الزمالك لعب كره حلوه قوي طب وخسر او ما خدش بطوله. لا، انا ممكن اخد بطولات والعب كره حلوه، بس تبقى البطولات هي الاساس، لان دايما التاريخ لا يذكر الا البطل، ما بيذكرش حد مركز تاني او تالت او لعب ماتش كويس او لعب حتى الدور الاولاني كويس. ما في فرق بتلعب الدور الاولاني كويس جدا وتلاقي الدور التاني مثلا وقعت، مش هيذكروها، هيذكر في الاخر من البطل. طيب الروشيتا للحفاظ على درع الدوري، ما بقولش الحصول لان احنا ابطال الموسم اللي فات، روشيتا للعيبة نادي الزمالك للحفاظ على بطولة الدوري للموسم الثاني على التوالي. بص، هو أول حاجة طبعا لازم دعم كامل لمستر فيريرا، لأن ده مدير فني على أعلى مستوى، هو يمكن جاي في ظروف صعبة شوية. خلينا نتكلم الجمهور الزمالك بكل صراحة ووضوح، يعني في لعيبة خلاص عارفة إن هي مش موجودة أو مش هتجدد، في لعيبة النادي مش هتجدد لها على أساس أدائهم مش هو نفس أداء السنين اللي فاتت، فالمهمة هتبقى صعبة، هي مش مستحيلة، الدوري لسه طويل. مستر فيريرا عنده نواحي فنية هيقدر هيستفاد بلعيبة كويسة عندنا في قطاع الناشئين، أتمنى يستفاد باللعيبة من 2003 و 2001 ويديهم الفرصة. كلنا طارق لعبنا وإحنا صغيرين، ما عندناش مشكلة، وأنت دلوقتي ما بتلعبش تحت ضغط الجماهير اللي هو ال 50,000 وال 30,000 وال 100,000 بيجي الاستاد ده، يعني مع احترامي 5,000 أو 3,000 أو 500 على حسب الماتشات سواء أفريقية أو محلية. فلازم يدي فرصة كاملة لبعض الناشئين، عندنا ناشئين موهوبين جدا في 2003 انا اتكلمت عليهم قبل كده، مش عايز اتكلم طبعا كتير معروفين يعني. خلاص وفي يعني. 2001 في لعيبه كويسه، وعندنا لعيبه في الدرجه الاولى، لعيبه مميزه ولعيبه مخلصه ولعيبه بتادي. فده شغل المدير الفني، وعلى الجمهور الصبر، لازم جمهور الزمالك يصبر على اي لعيب هياخد فرصه، حتى لو اول ماتشاته مش كويس هيبقى بعد كده كويس، بس هيبقى كويس بدعم الجمهور الناشئ. يعني عندنا لعيبه مميزه، الجمهور بيدعم، اصبروا بقى، احنا في مرحله شبه انتقاليه، احنا اتحرمنا من القيد. صح ولا صح؟ صح طبعا، مرينا بسنه مش كويسه، مفيش مال كبيسه، مش يعني مع كل احترام للناس اللي جان اللي جت، انا مش بتكلم على الناس، انا بتكلم على المعاناه اللي يعني معاناه. فجه مجلس، فخلاص تسيبوا المجلس الاداره يشتغل، نسيب المدير الفني يشتغل، جمهور نادي الزمالك عارف دوره طول عمره، جمهور نادي الزمالك هو الداعم وهو السند الاول لنادي الزمالك ولفرقته، ان شاء الله نكمل كلنا، نكمل بعض، الجمهور يدعم، مدير الفني بيعمل شغله، الاداره بتدعم، الاداره بتعاقب المقصر صح، وبتكافئ المجيد اللي هو بيحب النادي واللي هو بيدي للنادي، ده شغل كل حد عنده شغله نعمله، واحنا كلنا داعمين. يمكن انا الفترات اللي فاتت كفني ما كنت بتكلم، كنت دايما بنكت فني، بس وانا جاي النهارده لا، ده دوري دلوقتي، انا جمهور نادي الزمالك، مش هشجع نادي غير نادي الزمالك، ومش هحب نادي غير نادي الزمالك، وعايز نادي الزمالك يبقى كويس وياخد بطولات، فكلنا لازم نتكاتف لان هي المرحله صعبه شويه. صح. طيب من وجهه نظرك الخروج بقى الافريقي ده ممكن يؤثر على المشوار بتاع الزمالك في الدوري المحلي سواء الدوري او الكاس؟ لا لا، صعب، مش هيأثر خلاص، اصل احنا من البدايه وانت في افريقيا يا طارق مش مركز ومش كويس فخرجت، والوداد طلع وبترو اتلتيكو اللي هم احسن مننا كانوا في البطوله، عشان نتكلم بكل صراحه هم كانوا احسن مننا، فربنا دايما بيكافئ المجتهد اللي هو المخلص. الوداد فرقه كويسه وادت وصلت، بترو اتلتيكو كذلك، احنا ما قدناش عشان كده ما وصلتش، لكن في الدوري ما انت مادي، في ماتشات عاملها كويس، اي نعمل بدايات بس اخر ماتشين في الدوري كسبتهم. انا اتمنى نمشي على هذه الوتيره لان الدوري لسه طويل، ونادي الزمالك هو البطل ولازم يحافظ على لقبه، لازم يبقى فيه محافظه على اللقب من خلال اداء في الملعب، مش من خلال بقى تصريحات او كلام او اللعيب ده عايز كذا او اللعيب ده مش عارف ايه. لا، 90 دقيقه، انا مش طالب منك غير 90 دقيقه اللي انت تنزل تلعب بروح وتادي، ده اللي انا طالبه منك، مش طالب منك اكتر من كده. ولا في توفيق وعدم توفيق، بس التوفيق دايما بيجي للمجتهد، بيجي اللي بيخلص، عدم التوفيق ده بيجي للكسلان، دايما نقول بس مفيش توفيق النهارده، لا يبقى انت كسلان، يبقى انت النهارده نازل مش عارف دورك ايه، يبقى انت نازل النهارده مش مركز. لكن ممكن تبقى انت مركز وممكن تجيب جون في اخر دقيقتين في وقت ضايع، وحصلت قبل كده السنه اللي فاتت في السبع ثمان ماتشات كنا بنكسب في اوقات ضايعه كتير، بس كنا مركزين، كنا نازلين عارفين احنا عايزين ايه، طموحنا ايه وهدفنا ايه، هدفنا عايزين بطوله الدوري، فكنا كلنا بنسعى، اللعيبه بتسعى، الجمهور بيساند، اداره بتدعم، خدت البطوله. بطولات ما بتجيش غير كده، بطولات مش هتيجي لو انت عندك اداره كويسه بس، لا، او فرقه كويسه، لا،
لازم يبقى المنظومه كلها مكتمله، جمهورك موجود، ادارتك بتدعم وتساند، اللعيبه والمدير الفني كل واحد عارف دوره في الملعب ايه، بطولات بتيجي كده. طيب سؤال بقى مركب. ايه مركب يعني؟ يعني سؤال بيروح ايه؟ بيروح هو ورا شويه يعني، نرجع ورا شويه. رايك في عوده كارتيرون مره ثانيه الفتره السابقه، وهل هو يتحمل مسؤوليه ما يحدث لفريق كره القدم دلوقتي بنادي الزمالك؟ بص ده، بص انا دايما ما بحبش اتكلم في الماضي. لا انا بكلمك بس يعني بص للماضي عشان نستفيد يا كابتن حمادي. ماشي هقول لك. بص انا كنت من اشد المؤيدين لكاردرون في فتره الولايه الاولى. جميل. وكان كويس وكنت بطلع بشيد بيه. جميل. في الفتره الثانيه اما جه كنت من اكثر الناس اللي بنتقده، حتى الناس كانت بتقول لي يا كابتن انت مش كنت بتشيد بيه زمان، دلوقتي بتنتقده ليه؟ قلت له انا شغلتي راجل محلل كوره. اما المدير الفني بيبقى كويس ومركز اكيد هشيد بيه، لكن اما يكونش مركز ومشتت ذهنيا ومش عارف يعمل تكتيك كويس وبيعمل تشكيلات غريبه اكيد هنتقده. لكن هي دي كره القدم، ما انت مش هتبقى كويس على طول ولا هتبقى وحش على طول، لكن لما هتبقى كويس هقول والله طريقه النهارده ادى ماتش كويس، الماتش اللي بعديه طريقه مثلا مش حاجه بتكلم فنيا، الماتش اللي بعديه طريق مش كويس هقول لا طريق في الماتش ده ما كانش كويس عشان كذا وكذا وكذا بس. لكن هو الراجل قعد معانا السنه اللي فاتت وخدنا بطوله الدوري، بس مش هو كان السبب فيها. صح. لعيبه، اداره جابت لعيبه، واللعيبه كانت مركزه وملتزمه، وقت ما فقد تركيزه اكيد المدير الفني ما بيفقد تركيزه، اللعيبه كمان بتفقد تركيزها، بلغه الكره كده بتفك، انا ما الاقي الليدر بتاع المدير الفني مش مركز ما انا كمان مش هركز. انسى لعيبه زمان، يعني كنا ممكن يا طارق يجي لنا مدربين مش عاليين قوي في المستوى الفني يعني، بس احنا متربيين في النادي وبنحب النادي ونازلين عايزين نكسب. احنا فاكر، انا فاكر زمان كنا ننزل ونقول ايه ان شاء الله نكسب اثنين نكسب ثلاثه، نقول المشيئه طبعا اول ان شاء الله، واثقين في نفسنا وفي امكانياتنا، عايزين نسعد جمهورنا، لكن الدنيا اتغيرت غير زمان غير دلوقتي. الفلوس يا كابتن حماده، الاحتراف والفلوس، دخول الماده لغت الموضوع اللي انت بتتكلم فيه، الحب والانتماء وان انا احب الفانيلا، لغت الكلام ده بامانه يعني؟ بص يا طارق، الجانب المادي تغلب على العقل البشري، المادة بتحكم كل حاجة دلوقتي غير زمان. يعني في ناس ممكن بتعمل مثلا حاجات عشان تجيب فلوس، هي لو فكرت فيها وبعقلها مش هتعملها، لكن هو بيبص دايما للمادة. ما بيبصش انا بعمل الحاجة دي ازاي، زي مثلا ما احترامي في ناس بتطلع على الميديا ومش عارف ايه وكده، وواحد يطلع مثلا يتكلم عن نادي المنافس وحش عشان يقول لك اعمل مشاهدات ولايكات وكومنتات والكلام الفاضي ده كله، لا، في ناس بتحب الكلام بالعقل، في ناس كتير في مصر محترمة والله العظيم وبتحب عايزة تسمع حد بيتكلم بالعقل، يقول أنا عايز أتفرج مثلا على فلان عشان هادي وبيتكلم بالعقل، مش هتفرج على فلان عشان بيشتم أو النادي المنافس مثلا بيتكلم عن النادي المنافس بطريقة مش كويسة، لا هو داخل يضحك مش داخل يتفرج عليك باحترام ويحترمك ويقول والله الراجل ده بيقول كلمة صح. أنا بحب كده، بحب ما أخش مثلا على الفيس أو على تويتر أو على حاجة عايز أشوف حد محترم، في كتير محترمين بخش عليهم، لكن الناس بقى ده يشتم في ده وده يتكلم في ده وده يحفل على ده وده مش عارف ايه، لا مش اخلاقياتنا كمصريين ولا اخلاقياتنا كنادي اهلي او زمالك او اسماعيلي او مصري، لا احنا منافسه شريفه. انا دايما بقول ايه، كره القدم هي منافسه شريفه 90 دقيقه في الملعب، الزمالك بيكون كويس بيكسب، الاهلي كويس هيكسب، الاسماعيلي كويس هيكسب، المصري مش داخلين معركه، هي مش معركه. في ظل الاحترام اللي انت ذكرته في كلامك وفي خضم الاحداث الصعبه اللي احنا بنعيشها من امبارح لغايه النهارده وتجديد اللعيبه واللعيبه يعني مش عايزين نقول لفظ يعني بتتمنى على نادي الزمالك يعني شويه كده واخده القصه بتاع لازم نذكر محمد عبد الشافي. طبعا طبعا. وهذا اللاعب المحترم طبعا، هذا اللاعب اللي لما امير مرتضى قعد معاه قال له ده كده كتير عليا طبعا. بص وحازم امام، وحازم في طبعاً. ناس نماذج يا كابتن، احنا برضو لازم نقول للناس يا حماده في حاجات ايجابيات طبعا، ايجابيات طبعا، نماذج محترمه، مش معنى كده ان الناس الثانيه لا قدر الله كل واحد له وجهه نظره معاك تماما، لكن ان محمد عبد الشافي ده، انت عارف عبد الشافي يا كابتن حماده؟ انا عارف معلومه. عارف عبد الشافي بيسخن الدقيقه كام امبارح؟ وماتش كان امبارح ولا اول امبارح يا اولاد؟ انا نسيت. امبارح. ماتش كان امبارح؟ عارف بيسخن من دقيقة كام؟ والموسم ما بهزر. 25 مثلا؟ دقيقة 25 من الشوط الأول. أي مسخن وما نزلش. بص ومفيش أي رد فعل منه. فعبد الشافي وحازم طبعا نموذج للاحترام اللي احنا
والانتماء بقى طبعا. وكل حاجة تقولها بقى. بص لازم نبرز عبد الشافي. محمد عبد الشافي قيمة كبيرة جدا، لاعب مميز، لاعب أخلاق، لاعب عنده انتماء. حازم إمام برضك من اللعيبة أنا بحبها جدا وزملكاوي. لكن أنا عايز أقول للعيبة اللي هي مثلا إيه زي ما أنت بتقول إيه بطالبة فلوس كتير قوي وعايزة وعايزة، خلاص هو الموضوع اتقفل خلصنا ومجلس الإدارة طلع خلاص ده قرار نهائي. لكن أنا عايز أقول كلمة واحدة، جواب نهائي، عايز أقول كلمة واحدة. أتمنى اي لعيب في نادي الزمالك كره القدم يخش على منظومه كره اليد ويشوف لعيبه كره اليد والمنظومه المحترمه بتاع فريق كره اليد، وبرده بيبقى ليه مستحقات متاخره وليهم وليهم وليهم، لكن هم واخدين اتجاه وخط واحد، احنا بنحافظ على التيشيرت الابيض، احنا ابطال، احنا ابطال مصر وافريقيا. اتمنى لو اي لعيب جديد هيخش نادي الزمالك السنه الجايه يروح يقعد نص ساعه مع المنظومه المحترمه فريق كره اليد لنادي الزمالك، افريقيا محليا عربيا، يشوف الناس دي محترمة، الناس دي حلوة، الناس دي بتحب ناديها، الناس دي بتحافظ على الكيان حتى مهما بتمر من أزمات مالية. لازم طبعا نرفع القبعة لفريق كرة اليد طبعا. ومن أيامنا يا طارق خلي بالك كانت كرة اليد في حتة تانية من أيامنا. مهما يبقى في مشاكل في النادي، مهما يبقى في مشاكل مادية، هم لا عارفين هم رايحين فين، خط سيرهم ايه، خط سيره النجاح، خط سيره البطولات. مش هقول لا انا مش هلعب عشان ما باخدش فلوس او كده، لا، فريق كرة اليد يستحق مننا كل التقدير ولازم كلنا نتعلم منه كلنا. حتى انا في السن ده وانت في السن ده، ايه الناس دي، ايه حب النادي ده، ايه الخوف على فلدنا وعلى الكيان وعلى جمهورنا الزمالك، دايما بيفرحوا جمهورنا الزمالك. اتمنى ان شاء الله ان منظومة كرة القدم في نادي الزمالك نتعلم من منظومة كرة اليد في نادي الزمالك، هو نادي واحد أكيد. بس هنا في ناس ملتزمة، وبرضك عندنا في كرة القدم في ناس ملتزمة، بس في ناس بتخرج ساعات بتشز، فلازم الناس اللي بتشز دي احنا مش عايزينها، احنا عايزين اللي يحب نادينا، عايزين اللي يخلص للنادي، عايزين اللي يستحمل النادي وقت ما يبقى في اي ظروف، زي ما النادي تحملك قبل كده وانت ما بتاخدش بطولات، ما انت لازم تيجي وقت انت تتحمل النادي. صح تمام، كلام جميل من حاوي الكرة المصرية. عندي فاصل ونرجع نكمل حوارنا الممتع مع كابتن حماد عبد اللطيف. اهلا بكم مره تانية اعزائي المشاهدين مع حاوي الكره المصريه كابتن حماد عبد اللطيف، وبعض الاسئله على السبور. جاهز يا كابتن؟ جاهز. جاهز يا حاوي؟ جاهز. طول عمرك جاهز يا حاوي. ماشي حبيبي، اتفضل يا باشا. اول سؤال، اسرتي لم تكن تشجع الزمالك وقت انضمامي له. نعم، كانوا يشجعوا النادي الاهلي. والله انا طبعا وانا صريح لازم اقول الحقيقه. تمام مفيش مشكله. ايه عرفهم، عرفتوا منين ان كنت انا معرفش؟ ده انا قاعد معاه 20 سنه، 10 هنا وثلاثه في لبنان. مين تاني؟ السؤال التاني يا جماعه، تلقيت عرض من باريس سان جيرمان وقت لعبي في الزمالك. نعم، وكان الكلام ده سنه 86، كنا بنلعب كانون يويندي، وكان ميشيل كلود لورا اللي هو المدير الفني الفرنسي، كان هم كانون يويندي جابوه، كان هو مدرب المنتخب عشان يبقى موجود مع كانون يويندي واحنا بنلاعبهم، وجاب لي عرض من باريس سان جيرمان. بس طبعا ما كانش عندنا بقى احتراف واللي انت تتغرب وكده، لكن الكلام ده فعلا حصل. يعني هو كلمك شخصيا؟ كلمني وكلم النادي كمان. والله طبعا. بس ما كنتش هتعمل عماله حول فرنسا، ما كانش في فرصه بقى، كنا كلنا من منتمين للنادي طبعا، ما فيش احتراف، ما كنتش في موضوع الاحتراف ده موجود يعني. يلا اللي بعده، هذا سبب عدم لعبي كثيرا مع المنتخب رغم تألقي مع الزمالك، ايه السبب؟ لا انا ما اعرفش السبب ايه، انا كنت من يعني الحمد لله قعدت سنتين كنت واخد احسن لعيب خط وسط في مصر، وكنت من اسباب انا والمجموعه بتاعتنا كلها كنا واخدين بطولات كتير، لكن ما اعرفش ايه السبب. لكن ممكن اللي انا ما كنتش بدافع مثلا كويس، وكان طريقه الكابتن محمود الجوهري دفاعيه اكتر، فممكن يكون ده السبب يعني. ممكن. اللي بعده، كنت سبب في هجوم جماهير الزمالك على الجوهري في بعض المباريات. عمري ما كنت سبب، وكل الاحترام والتقدير للكابتن محمود الجوهري رحمه الله عليه، كان من افضل المدربين، لكن هو جمهور نادي الزمالك بيحب حماد عبد اللطيف، فكان عايز يشوف حماد عبد اللطيف في المنتخب. لكن انا عمري ما كنت سبب في يوم من الايام اللي انا مثلا حد مثلا يشتم حد او يتكلم حد او يسب او قصف او كده. كل احترام للناس كلها، والكابتن محمود الجوهري الله يرحمه مدرب عظيم زيه زي الكابتن حسن شحاته، احسن اثنين جم في تاريخ مصر، عملوا انجازات
وقابلته في لبنان كان ماسك منتخب عمان وقعدنا واتكلمنا وحبايب يعني طبعا ربنا يرحمه طبعا كابتن جوهر ربنا يرحمه مدربين الكبار جدا جدا وكلنا بنقدره ونتحترمه طبعا. لماذا تركت الزمالك وانت في قمه مستواك؟ ممكن زعلت شويه ان انا ما رحتش كاس العالم سنه 90 وحسيت ان الفرصه دي مش هتتكرر كتير فعشان كده تركت رحت سلطنه عمان لعبت سنه وبعد كده نادي النجمه بقى وانت جيت اول سنه طارق معانا وكابتن عصام أيوة. بيجي رحمه الله عليه لكن من الاسباب دي اللي انا حسيت الفرصه مش هتتكرر تاني وهي فعلا احنا وصلنا بعد تأزمت نفسيا يعني طبعا نفسيا طبعا تعبت شويه نفسيا يعني كان بد من التغيير يعني بس كانت غلطه مني برضو يعني ما انا نعمل ايه انا كنت في المعسكر ومشوني قبلها باسبوع تمام اللي بعده هذا سبب عدم انضمامي للاجهزه الفنيه في الزمالك طوال السنوات الماضيه لا ما اعرفش ايه السبب انا دلوقتي شغال لجنه فنيه في النادي لكن انا ما اعرفش طبعا ايه السبب ونادي الزمالك انت ما اشتغلتش في التدريب غير فتره من زمان من زمان كده من حوالي 12 13 سنه كده فتره كده في الفيوم وجراند اوتيل وبتاع بس ليه ما اشتغلتش في التدريب هي يعني؟ مهنه صعبه قوي يعني مهنه صعبه يعني بعذر كل المدربين الفنيين والله يعني ممكن صعبه جدا خساره الدماغ دي ما موجود في اللجنه الفنيه بقى موجود في اللجنه الفنيه في النادي وكده تمسك فرقه كده وتطلعي لها حماده عبد الفتاح صغير يمكن انا متعتي في التحليل اكتر متعتي ان انا ابص على ناشئين في نادي الزمالك وارشحهم تختار لعيب اللعيب ده ممكن يبقى كويس ويلعب درجه اولى بتاعي متعتي في لكن التدريب مهنه شاقه تمام اللي بعده تحليلاتي وارائي الجريئه تغضب البعض مني كثيرا بتغضب اللي هو ما بيحبش الصراحة أو ما بيحبش الحق وده ما يهمنيش في حاجة لأن أنا ما بتكلم فني فقط لا غير عمري ما بسيء لحد لكن اللي هو مش عايز الصراحة ومش عايز الحق يزعل مش هيفرق معاه في حاجة لأن أنا مش هخالف ضميره صحيح اللي بعده هذا اللاعب أعتبره الأقرب لأدائي ومهارتي والله في اتنين أعتبر أيمن حفني ومصطفى فتحي في نادي الزمالك وفي النادي الاهلي بحب طريقه لعب وليد سليمان برضك من اللعيبه من اللعيبه اللي كنت بحب طريقه لعبها الثلاثه دول بعتبرهم مهاريين وقريبين مني شويه لكن في لعيبه كتير بحبها مش قريبه لادائي يعني مثلا جمال حمزه بحبه بتاعنا وليد صلاح الدين بتاع النادي الاهلي ابو تريكه وحازم امام في لعيبه بحب اتفرج عليها من اللعيبه دي يمكن هم مش نفس طريقه في الاداء بس انا دايما العين بتحب تشوف الكره الحلوه تحب تشوف المهاره الفنيات العاليه لكن القريب مني كان ايمن حفني ومصطفى فتحي شويه لكن الباقي كلهم مميزين الناس اللي انا قلت النجوم اللي انا قلت اساميهم دول اخر سؤال معانا هذا القرار ندمت عليه ولو عاد بي الزمن ما اتخذته هو انا ابتعدت عن نادي الزمالك فتره كبيره جدا بتاع حوالي 15 16 سنه ما دخلتش النادي ومزاجي يعني بس انا كنت في لبنان عايش فتره وهنا عايش في مصر فتره وكنت بعيد بقى واشتغلت في التجاره شويه فالقرار ده اعتقد كان لازم اكون موجود في نادي الزمالك في الفتره دي لان كلنا اولاد النادي كان لازم كان الفتره دي برضه نادي الزمالك بيمر فيها بظروف صعبه فكان لازم اكون موجود يعني في النادي هو حماده عبد اللطيف مودي حماده عبد اللطيف يعني عارف ايه هو حماده عبد اللطيف بص برج جوزاء فالبرج هوائي شويه لكن حماده عبد اللطيف يعني ايه عمره ما بيسيء لحد بيحب الخير للناس كلها الناس مش هشكر في نفسي الناس اللي تعرف حماده عبد اللطيف هتقول لك كده يعني ومودي في بعض الاوقات بس ما عنده كرامته بالدنيا يعني حماده عبد اللطيف لو هتشغله في مكان وتديله ملايين وهو مش حابب هذا المكان مش هيشتغل فيه والناس اللي قريبه من حماده عبد اللطيف تعرف كده لكن بحب الخير للناس كلها بحترم الناس كلها بحترم الصغير عشان الكبير يحترمني هو ده حماده عبد اللطيف ننتقل لنقطة أخيرة وهي مباراتي السنغال. ورأيك في كروش الأول في اختياراته طبعًا في شخصيته في قراءته للمباراة اللي فاتت. بص هو مدير فني طبعًا على مستوى عالي خلينا نتكلم ووصلك نهائي أفريقيا وعنده طريقة لعب مش هيغيرها 4 3 3 فلازم كلنا بندعمه لأن عندنا ماتش يوم 25 هنا مع السنغال وماتش العودة يوم 29 في دكار اعتقد الماتشين دول مهمين جدا اللي انت توصل كاس عالم لكن هو نفس الاختيارات هي هتبقى اللعيبه اللي موجوده معاه هي طريقه اللعب مش هيغيرها واكيد هو عنده فلسفه اكيد يعني المدرب برضك مستوى عالي لكن احنا في مصر عايزين الكره الجماليه شويه عايزين نلعب كره حلوه لكن طالما بيكسبك وبينجحك خلاص هو لعيبك نهائي افريقيا وطلعت في ضربات الجزاء في ماتشين وصلنا كاس العالم انت عارف احنا كمصريين طبعا هيبقى كروش 10 من 10
ما وصلناش هنقول عليه مدرب مش كويس. دي طبيعتنا كده دايما ايه، بنقيم بالعواطف شويه، دي طبيعتنا. انت شايف ايه؟ شايف انت اتفرجت على السنغال نهائي افريقيا ومصر في نهائي افريقيا برضو، شايف الوضع ازاي؟ منتخب مصر يقدر يعبر السنغال؟ الفرقتين مستواهم متقارب، الفرقتين مستواهم متقارب. السنغال فرقه كويسه مميزه جدا خلي بالك، وفرقه منتخب مصر برضو مميزه جدا. بيبقى بس ايه، عامل التوفيق في الماتش الاولاني هنا لازم اللي احنا من البدايه تنزل عشان ما تخسرش. اول حاجه ما يخشش فيك هدف، وانا دايما اقول في البدايه اول حاجه انت نازل معاك نقطه حافظ عليها عشان تجيب الثلاث نقاط. لكن لو دخل فيك هدف هنا، عندهم خط هجومي على اعلى مستوى، وعندهم باك ليفت عالمي، وعندهم فرقه متميزه، واحنا عندنا فرقه برضك متميزه، وهنلعب اول ماتش على ملعبنا، اعتقد ده هيكون في صالحنا. وحتى لو النتيجه ما كانتش ايجابيه وكانت سلبيه، تعادل او حاجه، عندنا ماتش العوده هناك برضك ممكن تكسب هناك. ما بقاش زي زمان يقول لك اكسب هنا وبروح، او ما كسبتش هنا يبقى مش هكسب هناك. لا، كره القدم المفاهيم بتاعتها اتغيرت خالص. والمهم اداء اللعيبه في الملعب يا طارق، واهم تركيز اللعيبه واصرار اللعيبه والحافز والطموح اللي عند اللعيبه، ده الاساس. مهما هتجيب احسن مدير فني في العالم ومعاه فرقه فنياتها 90% بس ما عندهمش حافز او روح او اصرار، هتخسر. لكن هات مدير فني كويس وسط، يعني زي ما بيقولوا كده 60% فنياته كويسه بس في التزام وفي روح. حتى لو فنيات 60%، الالتزام والروح والاصرار والعزيمه بتزود 60%، دي بتخليهم زي 90%. فلازم يبقى عندك الدافع، عندك الطموح، عندك الهدف يكون موجود. الفرص متساويه من خلال كلامك كده، شايف ان الفرص متساويه يعني. طبعا فرص متساويه 50-50، مفيش حد متفوق على التاني. التفوق هيكون في الاداء في الملعب خلال 90 دقيقه هنا او 90 دقيقه هناك، لكن هي الفرص متساويه هنا ومتساويه هنا. مين اللي هيأدي؟ مين اللي هيلتزم؟ مين اللي هيعمل تكتيك كويس؟ مين اللي هيكون قاري المنافس كويس؟ مين اللي هيستغل الفرص اللي هتجيله؟ مين اللي هيبقى دفاعه وحارس مرمى ونص ملعبه قافلين نص ملعبهم كويسه؟ ايه المهاجمين اللي عندك هيستغلوا لو انصاف الفرص اللي هتجيلهم ويسجلوا منها ويرجع يرتد دفاعيا؟ مرات كره القدم كده 50-50. طيب هاخد منك تشكيل منتخب مصر اللي انت تتوقعه. اصل لسه بس على النادي لسه ما كملتش سؤالي. طيب بس هسالك سؤال، هل قبل ما اخد تشكيل منك، هل نتيجه المباراه النهائيه في بطوله افريقيا تؤثر على اللقاءين اللي جايين، ولا الامور بالنسبه لنا نسيناها خلاص ونبدا نشتغل من جديد نقطه؟ لا لازم نشتغل من جديد، لان انت اتغلبت بضربات جزاء، يعني ما اتغلبتش في الفني في الملعب 90 دقيقه، احنا طلعنا خسرنا بضربات جزاء. فمش هتاثر، مش هيكون ليها تاثير. لازم نفصل، دي بطوله وخلصت، وانت دلوقتي بطوله اهم، راي ماتشين يودوك كاس العالم. فلازم نسبه التركيز تكون عاليه جدا 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 مع اول ماتش. الدعم الجماهيري اللي هيكون موجود طبعا في المدرجات، جمهور مصر كله بقى زملكاوي واهلاوي واسماعيلاوي كله هيروح، فان شاء الله تبقى البدايه موفقه ان شاء الله. ان شاء الله. تشكيل بقى قول لي، شناوي ولا ابو جبل؟ والله بص، الاثنين ماشيين كويس، حراس مرمى ماشيين كويس، على حسب الفكر المدير الفني هيلعب الشناوي ولا ابو جبل. ابو جبل فنش البطوله كويس، والشناوي كان بادئ برضك البطوله كويس لغايه لما اتصاب. فالاثنين حراس مرمى كويسين، اهم حاجه يكون نسبه التركيز عاليه عندهم. رشح لي واحد. اعتقد هيبدا بالشناوي. الشناوي الشناوي عمل ماتش كويس النهارده. باك يمين، باك يمين، وطبعا اكرم مش موجود عندك، عمر كمان عبد الواحد، عمر معشور بيلعبها، عمر كمال. بس انا اتمنى ان هو يضم محمد هاني، لعيب النادي الاهلي ماشي كويس، عامل ماتشات كويسه. لو ضم محمد، هو ما لعبش النهارده محمد هاني اعتقد، بس لعب الماتشات اللي قبل كده كان ماشي كويس. لو محمد هاني فضل على المستوى دوت ممكن يبقى ليه افضليه انه يلعب، لان عمر كمال عبد الواحد لعيب مميز برضك، هتبقى واحد منهم يعني. يعني لو عمر او ضم محمد هاني، لو ما ضمش محمد هاني يبقى عمر بيلعب واحد. اثنين مساكين، محمد عبد المنعم ماشي كويس، احمد عبد المنعم، محمد عبد المنعم بتاع النادي الاهلي، النادي الاهلي والونش. باك الشمال، باك الشمال يعني فتوح، ما فيش كلام على فتوح. هيلعب بثلاثه في نص الملعب. ثلاثه مين بقى؟ بص، السوليه، حمدي فتحي، النني. مش هيغيرهم اللي على ملعبك، تلعب بثلاثه. هو هيلعب كده، هو يلعب كده، هيلعب كده ثلاثة لقدام. صلاح، مصطفى محمد، هيبقى لتريزيجيه، يا مرموش، لا رمضان صبحي، بس هو هيلعب مرموش. تمام، دول يعني اعتقد التشكيل اللي هو متعودين ان هو بيلعب بيه على طول يعني. تمام. طب هعرض عليك مدربين اجانب، نعمل ايه مع بعضينا بقى احنا النهارده؟ حاول بقى، لسه بدري. مدربين اجانب، تقول لي انت من وجهة نظرك انت مين الافضل؟ اجانب، مفيش مصريين عشان ما يبقاش في احراج، محدش يعرف حاجه يعني. اتفضل، بيني وبينك احنا على الهوا. احنا على الهوا. اتفضل يا جدع. يلا يا شباب،
ده ديف ماكاي وكرول. لا ديف ماكاي رحمه الله عليه طبعا. ديف ماكاي اه طبعا. اللي بعده ديف ماكاي هيستنى معانا يعني. ماشي. جروس ولا ديف ماكاي؟ لا ماكاي. ماكاي برضه. اه رغم ان جروس مدرب كان كويس طبعا. اه. انت عارف ماكاي ليه؟ لانه قعد سنتين ورا بعض خد دوري سنتين ورا بعض مع نادي الزمالك. اه. ودي تتحسب له. طبعا سنتين. طيب البروفيسور فيريرا ولا ديف ماكاي؟ لا مستر فيريرا طبعا. فيريرا. طبعا طبعا. فيريرا. طبعا. يبقى معنا فيريرا. فينجادا ولا فيريرا؟ مدرسة برتغالية الاثنين. فيريرا. فيريرا. كابرال ولا فيريرا؟ ده مدرسة وده مدرسة يعني ده آه. الكرة بس الاثنين بيتكلموا لغة واحدة. اه الكرة البرازيلية الحلوة كابرال وهنا الواقعية عند مستر فيريرا الواقعية في الأداء أيوة. والتكتيك وكده. لكن انا كنت بحب كابرال فهقول كابرال. كابرال رغم اني ما اتمرنتش معاه يعني. انا اشتغلت معاه. اشتغلت مع المدربين كلها طارق. مش قوي يعني. كتير يعني. اوتو فيستر ولا كابرال؟ كابرال. كابرال. تمام. في حاجة افضل كان؟ مدير فني يعتبر كابرال وبعدين فيريرا. من وجهه نظرك. طبعا. وانا اتفق معاك يا كابتن حماده بشكرك شكرا جزيلا شرفتني ونورتني. حبيبي يا كابتن طارق. حبيبي يا كابتن حماده. هنطلع لفاصل وهنستقبل اثنين من يعني شباب الصحافه والاعلام الرياضي الاستاذ مصطفى طاهر والاستاذ احمد ناجي بعد الفاصل.